وأمام الحكومة الجديدة مهمة تتمثل في تحقيق مطالب الشعب المصري في تحقيق مستقبل أفضل. نتابع. تهتم بالمواطن المصري كهو كإنسان قبل أي شيء، يعني كصحته كجوانبه النفسية، لأن صحة الإنسان النفسية نفسها بتأثر على كل جوانب حياته، فنتمنى أن هي تهتم بالجانب ده شوية وتهتم بيه كإنسان أهم من كونه حد بيشتغل أو حد بمجرد أن هو بيؤدي نشاط أو بيؤدي خدمة. طبعا الحاجات دي كلها مطلوبة ومهمة، لكن أن أنا أتعامل مع البشر كأنه هو إنسان وكأنه بشر قبل أي شيء، ده بيفرق طبعا في الإنتاج وفي التقدم بتاع البلد. احنا طبعا بنشكر الحكومة السابقة وبنطلب من الحكومة الجديدة أن يكون عندها بعض الاهتمامات بأول حاجة تشجيع الاستثمار والمستثمرين، خاصة شباب المستثمرين والمشروعات الصغيرة، هذه حاجة. تاني حاجة الاهتمام بالمشاكل التموينية وفلترة المستفيدين. ثالث حاجة في مشروعات كتير زي مشروع تكافل وكرامة، في ناس كتير بتاخد حقوق مش بتاعتها، يعني في ناس بيبقى عندها حيازات وعندها كل حاجة وفي نفس الوقت بتروح تاخد تكافل وكرامة، في ناس أولى بالحكاية دي. عايزين دلوقتي من الحكومة الجديدة يعني حتى المستشفيات الرعاية الصحية، وده بالك النهاردة التذكرة من 100 جنيه بقت ب10 جنيه، الجشعة بتاع التجار اللي هو ماشي النهاردة حاليا يعني حرام، يعني النهاردة في ناس يعني غصب عنها مش بتقدر تجيب الرغيف. أنا بطل بإيجاد وتدخل سريع من الحكومة ومن وزارة الصحة لتشغيل الوحدات الصحية وتدعمها بالمعدات والآلات الصحية لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين، ويكون فيها طوارئ، يكون فيها إسعافات أولية وتخفيف الضغط على المستشفيات العامة في المدن سواء في طنطا في كفر الذات، ويكون في قيمة حقيقية. الأسواق النهاردة في الفترة الأخيرة الأسعار بقت مختلفة من مكان لمكان، رغيف العيش ما بيوصلش بسهولة. التعليم عايزين نهتم شوية بالتعليم، لأن التعليم هي قطرة هي اللي بتنقل الدولة من مكان لمكان. عايزين الفترة الأخيرة اهتمام بالتعليم. الصحة، الصحة حاجة مهمة جدا، بدون صحة النهاردة لا في تعليم ولا في صحة. لو لحقنا الصحة ونضيف معاها التعليم هنلاقي في كيان للمجتمع. هو الموضوع إن احنا نقول يا ريس كمل يا ريس زي ما أنت ماشي، الله يعينك بصراحة، يعني شغل يعني ما شفناهوش قبل كده وتكملة المسيرة قبل كده يعني ما شفناهاش في مصر. يعني إن شاء الله لما نشوف الطرق والكباري والافتتاحات اللي عاملها والمدن الجديدة، وضع يعني ما كانش موجود في مصر. النهارده احنا بنعد من الدول الحديثه، النهارده بنقارن باوروبا، بنقارن بالبلاد المتقدمه. الاول طبعا احنا بنشكر السيد الرئيس على جهوده، ومن اهم الجهود اللي هو بذلها بصراحه ربنا مشروع حياه كريمه، كان من اهم المشروعات اللي عمر مصر ما شهدت في عهد اي رئيس الانطلاقه اللي هي حصلت في حياه كريمه. طبعا انا بطلب بس من الحكومه الجديده انها تهتم الاول بقطاع الشباب والرياضه بحكم شغلي. عايزين بس طبعا من خلال تطوير الملاعب والانديه والكلام ده كله ان هم يطوروها، وبنعمل على رعايه الشباب. والله احنا بنطلب من مطالب من الحكومه الجديده ان شاء الله باذن الله ان يكون المواطن في اولويات اهتماماتها في بعض المشكلات اللي بتخص المواطن، سواء مشكله الكهرباء، مشكله التعليم، مشكله الصحه، مجموعه مشكلات انا عارف انها على عاتق الحكومة الجديدة هتقع عليها وهتشيل عبء ثقيل وحمل ثقيل، ولكن احنا بنتمنى من الله عز وجل ان هي تستكمل مسيرة الانجازات لمعالي الرئيس. تطوير المستشفيات ويهتموا بالصحة وبصحة الناس والمستشفيات اكتر، والاهتمام بالطاقة، محتاجين نهتم بالطاقة اكتر من كده. ان شاء الله نطلب من الحكومة الجديدة ان هي تتعاون مع الشعب بس في التطوير، في التعليم، في التطوير، في المدارس، في الاكل والشرب، في قطاع الكهرباء، لازم نشوف حلول. حل مشكلات انقطاع التيار الكهربي لان هي عامله مشاكل كتير للمواطنين، والاهتمام بالمستشفيات وتطوير الملف العلمي. والله هي النقطه يعني الاهم، واتوقع ان دي هي الشغل الشاغل لكل مواطن مصري، هي المستوى المعيشه والطلبات الأساسية، الأكل، الشرب، الحاجات اللي لما بتتحقق بتعمل حالة من الرضا في الشارع المصري. مفيش شك إن أي حد هيطلب الحكومة الجديدة الاهتمام بالملف الاقتصادي لازم يكون على رأس الأولويات، وأعتقد إن ده يتم عن طريق جذب الاستثمار، يتم عن طريق إن ما تبقاش الوزارات المعنية بس بموضوع الاقتصاد، لا كل الوزارات تشتغل على إنه يكون في تنمية للموارد، يبقى في أي جانب
يدير الدخل ليها وده هيعود على الدولة في الآخر. والله طلبات كل الشعب المصري إن إحنا عيالنا يعيشوا في أمان والسوق العام يشتغل، الصحة تتظبط، مشكلة الكهرباء تتحل، مشكلة الغاز تتحل، مشكل كل مشاكل الدولة لازم يبقى لها أولوية أهم من أي شيء. إن شاء الله هنبارك للحكومة الجديدة إن ربنا يوفقها إن شاء الله وتبدأ تحللنا المشاكل اللي موجودة زي مشكلة الطاقة والكهرباء والحاجات دي، إن شاء الله ربنا يوفقهم. وأنا عارف إن كل الوزراء اللي جايين عشان يخدموا المواطنين كلهم، والتعليم نرتقي بالتعليم ونرتقي بالصحة وإن شاء الله ربنا هيوفق الجميع. نتمنى من الحكومة الجديدة والتشكيل الوزاري الجديد أول حاجة لازم محاسبة أي مسؤول أخفق في أي ملف أوكل ليه، ده أهم حاجة. يعني ما فيش حد يمسك ملف ويفشل فيه ويمشي، دي أول حاجة. تاني حاجة كمواطن منياوي يهمني خالص التوسع في البنية التحتية في مدينة المنيا ومحافظة المنيا عموما، زي إيه؟ زي الصرف الصحي، مستوى المياه الجوفية عالية جدا. تالت حاجة شيء بيشغل مدينة المنيا الجديدة وهو الموضوع الغاز الطبيعي، يتحل مشاكل الغاز الطبيعي. احنا بصراحة عايزين من الحكومة اللي توفر لنا فرص عمل، يعني احنا شباب جامعيين متخرجين مثلا لنا كم سنة ومشغلين يعني شغل عادي ومشتاقين حتى الشغل برا، فاحنا عايزين بس الحكومة توفر لنا يعني فرص عمل على الأقل، حتى لو توفر لي فرص عمل يدوية يعني بعيدا عن الوظائف يعني عامة. تكلم حضرتك عن الرقابة بتاع السوق، فاحنا في قصه الاسعار في الشركات دلوقتي، احنا بنبيع الحاجه النهارده بمبلغ تمام، تاني يوم نجي حاجه ولعت، فالزبون بيخش علينا لسه مثلا واخدها بشهر من شهر واخدها بكذا، رفع التاني ليه؟ مش عارفين نشتغل. يعني عايزين احنا رقابه على الشركات، رقابه مثلا في الاسواق كلها تمام، يعني مش عارفين نبيع ولا نشتري. يعني النهارده الحاجه بجنيه بكره بثلاثه،